ثم هذه السجدة وهذه الصورة الإيمانية التي تجلت بسجود الأفغان عند دخول مطار كابول أيضا تبين طبيعة النظام الذي يتأسس الآن. إنه نظام إسلامي، إنه نظام الساجدين، نظام أهل الهداية إلى أهل الجباية. كم يشتاق المرء المسلم أن يعيش في كنف دولة الهداية إلى دولة الجباية، دولة تحكمها شريعة الرحمن، يحكمها الإسلام، الإسلام الذي يسوي بين الخلق كلهم، الذي لا يترك أبدا إنسانا بغير كرامة، الإسلام الذي تنادي المرأة من عمورية ومعتصمة فيقوم المعتصم بتكويل وتشكيل جيش أوله في عمورية وآخره في بغداد، الإسلام الذي صرخت المرأة وحجاجا فقام الحجاج بن يوسف بإرسال جيش لفتح تلك الأرض، أرض السند، سببها امرأة، الإسلام الذي صرخت المرأة في سوق بني قنقاع ومحمدا لما حاولوا كشف وجهها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجليهم إلى أذرعات الشام. إن السجدة تبين أن هؤلاء عباد الله، وتبين أن طبيعة المعركة طبيعة بين العابدين الذين يريدون تعبيد العبيد لرب العبيد، وبين منهاج يريد تعبيد العبيد للعبيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من صور الإيمان أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى سادسا هي أن طالبان أشارت إلى أنها ستقيم دستورا فتنقحه من كل قانون ينافي الشريعة الإسلامية، جزاهم الله خير وأحسن الله إليهم. هذه مهمتهم. ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد، وهذا الذي يريده الطواغيت، أن يستكبروا ويتألهوا ويستعبدوا العباد. لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. كل الأديان فيها ظلم إلا الإسلام، وهو إسلام القلب لله، يستوي عنده كل الخليقة، فلا عنصرية ولا تكبر ولا افتخار بالأحساب والأنساب ولا باللغات، العربي والكردي والتركي والأمازيغي والقبائلي كلهم إخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا أمة رسول الله لن تجتمعوا إلا على الإسلام، ولن يمكن لكم إلا بالإسلام، ولن تعزوا إلا بالإسلام. فقد قال عمر: كنا أذلة في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الإسلام يا معشر المسلمين دينكم سر عزتكم، أصل قوتكم، مصدر فخركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه رفعتكم، فيه عزتكم. إذن فالمعركة طبيعتها العقيدة، عقيدة الحق الإسلام وإسلام الوجه لله، وعقيدة الباطل التي تريد تأليها البشر. الإسلام يريد تأليها رب البشر وتعبيد البشر لرب البشر. وأما الحضارة الأخرى الغربية الصفوية الصهيونية تريد تأليها البشر لاستعباد البشر، فهما حضارتان متناقضتان من حيث المنطلق والأصل، ومن حيث الغاية، ومن حيث المنهاج. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا إن شاء الله تبارك وتعالى
هذه طبيعة المعركة. الله أكبر الله أكبر. فنحن نفرح بنصر الله، فكل من وجد في قلبه فرح بنصر الله فليحمد الله فليحمد الله، فقد انحاز إلى المؤمنين. نعم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من يرفع راية الدين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر إخوتنا طلبة العلم الشرعي في أفغانستان، اللهم افشل كل مخططات الإيقاع بينهم، اللهم انصر إخواننا في حماس، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في غزة، في بيت المقدس، في الضفة الغربية، في فلسطين 48. اللهم إننا ننتظر بإذن الله تحرير القدس عاجلا غير آجل. اللهم إن بشارة انتصار إخواننا في أفغانستان على جبهة قوى الشر في العالم وخرجت مدحورة وغيرت استراتيجيتها. اللهم كما أريتنا باكورة هذا النصر فأرنا باكورة النصر على الصهاينة لتتحرر القدس الشريف وأرض فلسطين من النهر، من البحر إلى النهر، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم احينا حتى تكحل أعيننا، حتى تشفي صدورنا من رؤية رايات الإسلام خفاقة على أرض القدس. اللهم أطل أعمارنا حتى نسجد عند أسوار بيت المقدس فاتحين مهللين مكبرين، وللرب وجوهنا له متربين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، هرمنا هرمنا لرؤية هذه الانتصارات في زمن عشناه هو زمن الهزائم فقط. فنسأل الله أن يحيينا لرؤية أمة رسول الله يعاد لها بإذن الله تعالى الريادة فتحكم بشرع الله فيفيء إليها كل خلق الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.